مساء الخير. إذا لم يكن أساس البناء صالحاً فعبثاً يبني البناؤون، ويبدأ بناء الدولة من قانون انتخابات يؤمن التمثيل الصحيح للناس. ولعلنا في ليلة آلام المسيح نعيش آلام وجراح الوطن الذي لم يتعافى بعد، فبناؤه مصدع الأساس وناسه يتألمون من فقر وظلم وانعدام وجود دولة. في المقارنة بين الدولة الناجحة والدولة الفاشلة نجد أن الأولى، أي تلك التي نجحت في إدارة حكمها، اعتمدت قانون الانتخابات على أساس النسبية، حيث يشارك الجميع في بناء الدولة فيكون أساس البناء متينا. النصف زائد واحد يعني الهيمنة والمحدلة، القطار الذي يصفر مؤذنا بالخطر الداهم على الطائفة من أجل أن يلحق بركابه الخائفون، وفي كل ذلك سياسة تخويف وتهويل لم تعد مخفية على أحد. زعماء الطوائف يختصرون كل المجلس النيابي، فلماذا لا ننتخبهم وهم يعينون الموظفين عندهم؟ وهكذا نعود إلى زمن القبيلة، ومن كان متحررا من انتماء حزبي أو طائفي لا مكان له لا في الحكم ولا في المعارضة، لأن الإعلام أيضا دخل لعبة المحاصصة السياسية. فمن يريد النسبية ومن يرفضها؟ وكيف يستطيع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الذي يصر على تحديث قانون انتخابي جديد أن يصمد في وجه حيتان السلطة والمال من أجل تغيير القانون الانتخابي الحالي؟ في حلقة الليلة نسأل شباب المجتمع المدني المتمثل بشباب ناشط من أجل بناء الدولة عن النسبية وكيف السبيل إليها. أما الفرق بين النسبية والأكثرية فهو أن النظام الأكثري يعني التبعية الخارجية والسوقية المالية والعصبية الطائفية والمذهبية، فيما ينفي النظام النسبي الحاجة للتبعية الأجنبية الخارجية، حيث لا قيمة لمسألة تمويل الانتخابات ويعود القرار لأصحابه فتزول الحاجة للعصبية. والقانون الانتخابي الذي يؤمن صحة التمثيل لا شك ينجز إصلاحات هامة، أهمها وأبرزها استقلالية السلطة القضائية، فالتبعية في السلطة القضائية تتفيأ ظل نظام أكثري يغطي الفساد ويؤمن المصالح. ونذكر الليلة ما جاء في عظة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في يوم الآلام من دعوة إلى الموت عن سرقة المال العام والفساد في الإدارة واستغلال السلطة، وعن الرشوة وعن الظلم والاستضعاف والقيام لاحترام حقوق الإنسان. بحلقة الليلة بيسعدنا أنه نستضيف جان بيير قطريب، الأستاذ الجامعي. أهلا وسهلا فيك. دكتور وليد فخر الدين، الناشط السياسي، هو أيضا أمين سر حركة اليسار الديمقراطي، الأمين العام السابق للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات والخبير في مجال الانتخابات. وأيضا معنا باستديو تاني الناشط في المجتمع المدني والناشط من أجل إسقاط النظام الطائفي باسم شيت. أهلا وسهلا بالجميع. وسيكون لنا مداخلة أيضا مع وزير الداخلية السابق زياد بارود أثناء هذه الحلقة. بداية قبل ما نبدأ الحوار معكم، خلينا نشوف هالريبورتاج اللي أجرى زميلنا رامي الأمين لنشوف الناس شو بتعرف عن النسبية وكيف هيك خبر أو موضوع النسبية بتتلقي بهالريبورتاج. خلينا نشوفه سوا ونرجع للحوار. النسب في كل مكان، تجارية هي النسب ومئوية، لكن النسبية حينما تسأل عن ماهية النسبية في الانتخابات لن تحصل على جواب شاف. شو القانون النسبي بالانتخابات؟ ما بنعرف عنه شيء وحياتك. ما بتعرف عن قانون النسبي؟ طيب ما بتنتخب؟ ما ولا لمين بدك تنتخب؟ ما بتنتخب حدا ابدا؟ ولا انت بتنتخب حدا؟ نهائيا حسب الله كله. انا لي 20 سنه ما بنتخب يا اخي، شو بعرف من القصه؟ طيب ما بتعرف شو القانون النسبي؟ ما بفهم فيها، ما بفهم فيها الموضوع كله. ما انت صراف لازم تكون تعرف بالاشياء. اخي ما بفهم فيه، ما بفهم فيه لا انتخابات ولا نسبيه. شو مصالح ومصاري؟ ايه هتلرات بس بدك، احسن ما في احسن من هيك بالبلد. انا مع دائره وحده بدون مرضات اي زعيم. انا زلمه معقد، عقدونا فقرونا. بنتخب الحريري. طيب ما بتعرفي شو هي النسبيه؟ هيك تنتخبي دغري بس. نقول لك كيف النسبيه يعني، لانه ادمي ودغري وبيفهم. بس ما بتعرفي شو قانون الانتخاب؟ بحب المسيحيه. بحب المسيحيه الحريري. ايه. اوكي، عشان هيك تنتخبيه. ايه.
بس يبدو انه المنطق والحساب والكذا حكيوا عنهم ايام الاغريق انه غادروا المنطقه. ما فينا نحكي مع حدا منطقيا او بشكل واعي حتى نقدر نحل مشكله حتى لو كانت حسابيه عدديه. ما بعرف. ما بتعرفي ابدا؟ ما بتنتخبي؟ ولا مره انتخبتي؟ بلا. مين انتخبتي؟ مثل ما بيقول لي البابا. بتلونوا بلونوهم؟ بكونوا هن كلهم صفر يعني؟ بيكونوا بيض حطوا لهم تلوين. بكونوا كلهم مثل هيدا يعني؟ أيوة. مش هيك؟ بحطوا لهم تلوينه لحتى يلونوهم؟ ايوه. بتعرف شو هو القانون النسبي بالانتخابات؟ النسبية؟ ما بعرف. ما بتعرف النسبية؟ النسبية هيك بلونوا بلونوا النواب. هذا زمور البوسطة؟ هذا لا تبع شو اسمه؟ الزريبة بس زمر بالليل بيهرب الوووية. هذا بزمر لكل مجلس النواب والوزراء. يعني قضية النسبية هذه بدعة جديدة ومن شأنها أنه تلغي روح الديمقراطية بالحزب. حزب الله؟ ايه. ما بتعرف شو القانون اللي عم تنتخب عليه؟ قانون الحرية والمقاومة. هذا قانون انتخابي؟ ايه. ونحن قلبا وقالبا مع قانون يعتمد على التمثيل النسبي. مين بتنتخب؟ اكيد حزب الله. طيب اي قانون؟ اي قانون انتخابي؟ نحن على كل القوانين بننجح. النسبيه شو هي النسبيه بالانتخابات؟ النسبيه انه الاقليه يربحوا. ما نحن ما فيش عندنا اقليه. انتوا اكثريه بكل شيء بقناعه. عدنا جميعا الى قانون الستين. لو اعتمدنا قانون النسبية الذي اقترحه الوزير فؤاد بطرس ربما لسمحنا لشرائح مسيحية وإسلامية أن تخرج من الاستقطابات الحالية من 8 أذار أو 14 أذار أو غيرها. فيستحسن تأجيل هذا البحث عن النسبية ويفضل البقاء على الحال الحالي من أجل الحفاظ على التنوع والتعدد والتمايز. هذا يعني بأنني أفضل ألف مرة في السياسة وغير السياسة أن أسقط وأنجح بين أهلي في الإقليم خاصة والشوف الأعلى على أن أذوب في المساحات الكبرى مع كل احترام للآخرين. بنتخب نواب عادة حزب الله. أوكي. ما بتعرف أي قانون تنتخبون هيك على عميانة؟ ما بعرف. انت مع القانون النسبي؟ ايه اكيد ونص. مين بتنتخب انت بجنوب؟ انا بنتخب حزب الله وحركة عمل. وانا مع انتخابات على اساس النسبية وقد ما تكون المحافظة كبيرة وحتى الدائرة الوحدة. ولكن الظرف الحرج هلأ. الظرف الحرج دائما يكون حجة السياسيين ليتسرعوا في اقرار الممكن في اللحظات الاخيرة بعد تضييعهم الوقت. والناس كما يكون الناس تكون قوانين انتخاباتهم. خلينا نبلش معك دكتور وليد انه كما يكون الناس انه طب الناس شو بدها تعمل؟ انت اليوم شو بتقول للناس؟ وضحت الصوره انه السياسيين ما بدهم يغيروا هيدا القانون، ما حدا لو مشيت وبتوصل وما بقى فرقانه معهم حدا. ما في شك التركيب الطائفي للطبقه السياسيه في لبنان بمعظمها بتدفع انها تاخذ اي قانون اكثر بدوائر وسطى وكبرى اللي بيسمح لها أن تحافظ على السلطة داخل الطائفة. والنسبية هي الحل الوحيد لإيجاد تنوع مش بس على مستوى الوطن لكن داخل الطوائف. داخل يعني نخب الطوائف اللي عندهم رأي مختلف من 8 ومن 14 مش هذا الموضوع. هي بيصير في عندها مساحة وهذا ندخل لمبدأ تجديد النخب السياسية في لبنان. مش ممكن اليوم يبقى اللي عنده العدد الأكثر يمكن ما يكون حتى عنده 50% لأنه حسب أي نسبة عدد المشاركين أعلى رايحة بتاخد بين الموجودين بالنظام الأكثر بتكسب كل المقاعد والباقي ما بيطلع لهم شيء. أما بالنسبة فبيصير في تمثيل، بيصير في ناس عندها 10% وناس عندها 60 وناس عندها 30 وبيعملوا مجلس نيابي بيقدر يمارس دوره. اللي حصل في لبنان ما بعد الحرب اللبنانية عندنا مجلس نيابي شبه مشلول، إما هو حكومات وحدة وطنية يعني الحكومة بكتلة كلها زعم الطوائف ممثلين بالحكومة فدور المجلس النيابي معطل. تعرفي بهاي اللحظة اللي نحن الإداء دولي بلد بوضع كتير مرعب من مستوى الخدمات، مستوى الأمن الغذائي، الأمن، كل هالمواضيع، المجلس النواب لا يقوم بدوره.
لانه هو عباره عن مثل ما انت قلتي بالمقدمه، هن كانه رؤساء كتل او رؤساء طوائف بعينوا معهم مجموعه من الناس، مش مهم مين هؤلاء الناس. اما في مع احترامنا للجميع طبيعا، ولكن ايما بالنظام النسبي هي مساحه لكافه النخب، للناس الدم الجديد، لناس عندهم رؤيه في لبنان انه يكونوا موجودين ويبلشوا يناقشوا بالمواضيع. طيب هول هون السؤال اذا بنسالك استاذ جون بيير، طيب اليوم يعني النسبيه اذا تحققت ممكن، خلينا نبسط كمان الامور، ممكن يصير في محاسبه اكثر للحكومات، يمكن يكون في مساءله، يمكن فينا نكافح الفساد، شو النفس اللي بيتغير بوصول اشخاص من خارج اطار المحادل الطائفيه اللي عم نشوفها عم بتوصل اللي هي بدها اياهم واللي عم تعمل اللي هي بدها، يعني عم يتحصصوا كل شيء، حتى عم يتحصصوا خيرات البلد، عم يتحصصوا صفقات البلد، عم يتحصصوا كل الامور، يعني من هون ببلش الفساد اذا بدك. موضوع كثير كبير، يعني معالجه موضوع المحاصصه، موضوع الفساد يبدا يمكن بموضوع قانون الانتخاب وبشكل هالقانون، وانما لا ينتهي بقانون الانتخاب. مثل ما كنا عم نحكي اكيد، ولكن البدايه يعني هل بدايه اصلاح انتخاب القانون الانتخابي هو يعني الطريق الى المساءله؟ هي بمكان ما هي جزء منها، هي جزء منها. انا بنظر لك كرزمه، يعني نحن بمكان ما لازم نبلش نباشر بمواضيع اساسيه تضمنها على سبيل المثال اتفاق الطائف وبعدها معلقه من انتهاء الحرب، على سبيل المثال انشاء مجلس الشيوخ لنقدر ننزع اذا بدك التشنج الطائفي. من ميلي تاني موضوع رح اوصل على هالفكره، لا حتى ما نكون نظريين، يعني اليوم نحن امام استحقاق. صحيح. ما عندنا استحقاق هلا لا مجلس شيوخ ولا الغاء طائفيه سياسية ولا شيء، هلا عندنا استحقاق هلا موجود قدامنا، ويمكن نحن اللي بينقصنا انه نصوب على هدف واحد، عندنا هدف واحد. صحيح. هو القانون الانتخابات النسبي. انا بالنسبة لي قانون الانتخابات النسبي لحاله ما بكفي وبيحل المشكلة، لازم يعني نبدا في يعني لازم يعني لازم نبدا هذا بشكل احباط. ولكن يعني خليني بس توضح الفكرة هون، اي يعني سيئات او حسنات اي نظام انتخابي هي ما لازم ننظر لها بالشق النظري وانما بالشق العملي. بالشق العملي، اذا عندنا اليوم 10 نواب من خارج اطار التركيبه الموجوده. صحيح. شو كنا ما كانت غير مزبوط. بمكان ما مثل ما عم نسوي، خليني بس اكون عم بعرض كل وجهات النظر هون، بمكان ما النسبيه ما في شك انها بتحسن التمثيل لانه بتدخل على البرلمان يمكن خاسرين على المستوى الوطني او على المستوى المحلي، ممكن يكون عندهم فرصه انه يتمثلوا ان كانوا احزاب صغيره، ان كانوا شخصيات مستقله. تماما النسبيه عم بحكي عنها، يعني النسبيه بتوصل هالاصوات هيدي، وانما انا كمان انا ماني متمسك فيها بشكل نهائي. ليش؟ يعني لسببين. شو هي؟ اول شيء بالنسبه لي القانون الانتخاب لازم يقول على صحه التمثيل من ميله، ومن ميله تانية على الاستقرار السياسي والمحاسبه. ما في شك انه النسبيه بتصحح التمثيل، وانما بما يتعلق بموضوع الاستقرار السياسي وهون في تجارب عده حصلت. طب اذا بدنا نضلنا بس هيك، لو سمحت اذا بتسمحي لي بس خلص فكرتي لما تكون الفكره مجتزاه، حتى يعني هيك شوي انه نقدر نستفيد من الوقت ونبين الامور. بس صح، بس سريعا ننطر الاصلاح السياسي. لا 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 سريعا انا اللي عم جرب اقوله، لانه بيكون في احزاب صغيره عم تفوت وانه في شخصيات مستقله عم تشوف، هون عم نحسن التمثيل، وانما بالمقلب الاخر لازم ننتبه لانه تشكيل الحكم بده يصير ائتلافي بطبيعه الحال، وهيدي يمكن تاخذ وقت. نحن للاسف بالنظام الاكثري عم نشوف قد ايه عم بيصير في وقت لتشكيل الحكومات ولتشكيلها وصياغتها الى ما هنالك، بالتالي الخوف هو ضمن النسبيه، لانه فات عنا احزاب صغيره ولانه فات عنا احزاب اخرى، مع احزاب كبيره رح يصير، خليني اقول اول شيء انشاء او البدايه بالحكم حيصير صعب، تشكيل الحكم الائتلافي حيصير صعب، ومن ميله ثانيه اذا بدي احكي هون عن الاستقرار السياسي ممكن ننتهي ببرلمانات معلقه، ويمكن نكون عم نمدد الشارع احنا عم نشهد بالحكم الاكثر. بس باسم مشيت وهو مثل ما قلنا ناشط بالمجتمع المدني وبحمله اسقاط النظام الطائفي، مساء الخير باسم. مرحبا. شو رايك باللي قال هلا؟ اكيد الحوار بعده باوله، ولكن رايك انت بهالموضوع، هل تعتبر يعني ما بدنا نحن نعدد مقومات الاصلاح النظام لانه هو في النسبيه وفي غير نسبيه، بس تحديدا النسبيه لانه نحن امام استحقاق اليوم لاقرار قانون جديد للانتخابات،
برأيك هل النسبية هي المدخل لكسر حدة الهيمنة الطائفية بالمجلس النيابي وهيمنة الزعامات الموجودين حاليا؟ يعني هي الفكرة أنه واحد بده يطلع مين بده يعمل نسبية، وإذا فعليا النسبية هي رح تلغي، رح تصحح فعليا موضوع التمثيل، التمثيل السياسي الحقيقي الموجود. من هون ما فينا نطلع على النسبية كمبدأ، ما نطلع عليها كشكل من أنشط شكل النظام الانتخابي. يعني هلا عم نحكي عن نسبية خارج القيد الطائفي أو نسبية داخل القيد الطائفي، هي بتأثر من جهة. شكل تاني بالموضوع عليها، هل عم نحكي عن موضوع قصة الإصلاح السياسي؟ ما في كمان ناخده أنه في مدخل له وبعدين خطوة تانية بعد، وبده يكون مترافق مع تغير بتكوين كمان البنية السياسية. يعني أنت عم بتوافق أستاذ جون بيير بهيدي النقطة؟ لا يعني مش، لا أنا مختلف معه بالمنطلقات اللي عم نطلع عليها. شو مختلف؟ أنا عم نطلق على فكرة أنه النظام الإصلاح بده يكون، أو تغيير الأنظمة القائمة بده يكون، يعني يا منغير كل النظام يا ما منعمل شيء. ويمكن هاي مشكلة الشباب اللي نزلوا لأسقاط النظام الطائفي. يعني يا ريت ننزل لأهداف محددة أكتر، يمكن منحقق إشي أكتر. بس ممكن بس كمل الفكرة حتى توضح المنطلقات شو هي. يعني بس يا ريت، أنا بس بتمنى على الجميع أنه ما نكون نظريين بأفكارنا، نفوت بأمثلة. بس أنا مالي بالسلطة حتى أقترح طروحات بده ينفذوها هلأ العالم. أنا عم أقترح موقعي كناشط، كناشط سياسي. بس بدنا نفهم الناس أكتر حتى نحكي مع الناس، ما نحكي بكل بلغة الناس. طب بدنا نحكي مع الناس، ما نحكي كمان بالشغلات اللي عم يفكروا فيها الناس. فضل. نحن عم نحكي عن هلا بالريبورتاج العمل. نعم. بين بشكل واضح في عدم ثقة حتى بالآلية الانتخابية أو بالانتخابات نفسها. إذا ما نعالج هالمسألة، يعني ما نحكي عم نحكي عن مشاركة سياسية فعالة للناس نفسهم بموضوع الانتخابات، يعني ما نحكي عن موضوع الانتخابات بشكل الكلي مش بشكل الجزئي. حتى لو طارحين هلا السياسيين موضوع النسبية، ما فينا نحن نقاربها من نفس منطق المصالح الزعماء الطوائف كيف بيقاربوها، ما نقاربها من مصلحة كيف نحن بنشوفها ببناء مجتمع أفضل وببناء حركة سياسية أفضل بقلب البلد. فعشان هيك لازم تنطرح مسألة موضوع النسبية متلاصقة مع موضوع إلغاء النظم الطائفية اللي بتحكم العمل السياسي بقلب البلد. يعني ما نتخلص من التوتر الطائفي اللي موجود، لازم نحكي بهالمواضيع. نعم. كمان مش بس نحكي بالنسبية بمعزل عن الاصلاحات السياسية. أكيد. بس اليوم أنتم كشباب نزلتوا بحملة لأسقاط النظام الطائفي، ليش ما بتبلشوا؟ يعني الحملة، الحملة هذيك السنة خلصت الحملة. خلصت الحملة، بس نحن اللي عم نقوله يمكن سبب فشل الحملة إنه إذا بتعتبريها فشل، أنا بعتبرها فترة وانتقلنا لمطرح ثاني هلا. أوكي، بس إنه ما كفت، يعني الحملة ما كفت، كلنا تحمسنا فيها، ولكن اليوم يمكن أحد الأسباب إنه ما كفت هالحملة إنه العنوان كبير جدا. ليش ما منبلش بعناوين فرعية بنشتغل عليها لنوصل لهدف كبير؟ طيب سؤال بسيط، أي متى آخر إسقاط النظام الطائفي؟ أي متى آخر إصلاح صار بالدولة اللبنانية؟ بس حدا يقول لي أي متى آخر إصلاح؟ ما صار. طيب ما عشان هيك ما في سبب ليه ما صار الإصلاح بالدولة اللبنانية، في أسباب كتير ليه ما صار الإصلاح. ما في حدا من زعماء الطوائف يقترح قانون ممكن يضر بقدرته على استقطاب الشعب. شكرا باسم، خليك معنا. بدي أعلق بتقسيط أهم. نعم. في شيء نسبية تقدمه ما بيقدمه شيء تاني. نسبية بتسمح لما نقول دخول ناس بقدرتهم الخاصة، يصبح النائب بالمجلس النيابي في يقول رأيه بصراحة، رأيه هو. حتى في بالحالة بالمجلس الحالي، ولن أسمي أحد النواب اللي هني من الأكثر كفاءة في المجلس النيابي، ما بيسترجي يطرح مشروع قانون. ليش ما بتسمي؟ لأسباب عديدة يمكن شخصية. ما بيسترجي طرح مرة قانون إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب، رئيس كتلته بهدله فقام سحب القانون. والسبب سحب القانون لأنه هذا الشخص الكفوء، شخص الكفوء، بعرف مين بيطرح هيك، شخص الكفوء جدا، هذا الشخص الكفوء جدا ما بيقدر يقول رأيه بصراحة لأنه مرتبط بقانون انتخابات. إذا ما أخذوا الزعيم على لائحته. طيب خليني أحدد. وجود ناس مستقلين عند بيقدروا بضميرهم يناقشوا. طيب. في المجلس النيابي أساس اليوم للمحاسبة. كل الناس اليوم اللي عم تشوفنا واللي هي بتنبض عندها النبض ضد، يعني ضد الطائفية، عندها نبض إنه تغيير وإصلاح قانون الانتخابات. كل الناس اللي عم بتشوفنا واللي هن منوا الناشطين مثلكم عم بقولوا طيب إنه بدنا نضل بالإطار النظري. هلأ كل اللي عم تحكوه نظري، كلكم موافقين على الهدف المهم والكبير، ولكن ليش الخطوات؟ يعني ليش اليوم يا من نصلح كل شيء
وبدها تترافق النسبية مع كتير أمور، ولا ما بنعملها وبكرة بضيع الوقت نوصل للانتخابات وما بنقدر نعمل شيء بنرجع قانون الستين. حسب معلوماتي الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي اللي تأسست بـ 2006 واللي بعدها شغالة واللي عملت لقاء حول النسبية بتصور محضرة لمجموعة تحركات هن بيعنوا عنا بس بالمرحلة المقبلة ومنها بتصور فيها الاعتصام أمام مجلس النواب عند مناقشة القوانين، عم تعمل لقاءات شعبية وعم بيكون عندها حضور معين. ولكن اللي عبر عنه الأستاذ باسم هلأ بنرجع له ببين أنه ما في حماسة للنسبية كنسبية، يعني نحن مش محمسين للنسبية وهن عم بيعملوا القانون، ونحن إذا ما تحمسنا وهن عم بيشتغلوا على القانون شو فينا نعمل؟ يمكن في فرصة بالماضي أهدانا فرصة لما طرح مشروع قانون قانون مدني اختيار القوى الشخصية، كمان أهدانا الفرصة عند إيام رئيس الهراوي. اليوم نهدر فرصة مهمة بغض النظر عن القانون اللي طرحه وزير الداخلية الحالي، بس في مبدأ النسبية يمكن ما عم نقدر نكون عم نجمع الشارع اللبناني على قضايا مصرية إلى علاقة بمفهوم كتير كبير أبناء الدولة في لبنان. هاي الدولة إذا بدنا نعيش فيها على الشعب في لبنان يتحرك، يعني إذا بكرة دعت الحملة إلى اعتصام أمام مجلس النواب لازم يكون في مئات الألاف عشرات الألاف مشاركة، مش 20 و50 و100 من النخب والناشطين اللي الأمر اللي حيصير. الخطوة الثانية على تطبيق نظام النسبة هو بلش نشرحها، يعني على وسائل الإعلام نشرحها هلا شو هي النسبية، نشرح النسبية لأنه اللي شفناه بالريبورتاج الأول أنه الناس ما بتعرف بتسمع إذا الزعيم قال لفلان زعيم الطائفة قال لفلان بتصير نسبية منيحة. يعني هل توافقني أنت الرأي أنه نحن بهالظرف اللي نحن فيه ما نطلع ما نكبر، خلينا نحكي بهيك مثل ما بنحكي دائما باللبنان ما نكبر الفشخة، خلينا نشوف هلا في قانون عم بيتحضر نحن صامتين وساكتين، نحن عنا أمل إنه بدنا نغير النظام كله. طب بهالمطرح هلا أنت بتوافقني الرأي إنه نحن ما لازم نسكت هذا ولازم المدخل الأساسي نستفيد من هيدا الظرف لإصلاح النظام السياسي. طيب هل أنت مع اعتصامات؟ هل مع دعوة الشباب؟ مع تكتلات شبابية من مختلف يعني يمكن يعني أنت اليوم أمين سر حركة اليسار الديمقراطي. كمان أستاذ اللي بتعتمد النسبية بانتخاباتها أستاذ جان بيير كاتريب، كان أنت منك هلأ منتمي لحزب ولكن عندك تجربة على صعيد لبنان ونعرف هالشي سابقة. سابقاً مع نائب الحالة سامي الجميل كان عندكم حركة يمكن ثورية بمطرح ضد الأحزاب التقليدية وما نجح ما كفت الحركة، ولكن كل هالطاقات الموجودة هي اللي بتتلاقى على هالفكرة، ليش ما بتنزلوا وبتدعوا لاعتصام؟ ممكن هذا أحد الخيارات اللي هلأ بدأ نقاشه. يعني 10 و20 ألف اللي نزلوا كرمال إسقاط النظام الطائفي إذا نزلوا ما بيقدروا يحدثوا يعني ضغط ورق الضغط على الزعماء الحاليين اللي عم بيشتغلوا لنا على أول انتخاب. أنا انتباعي لازم يكون في عنا هدف مشترك متفقين عليه كلنا، يعني وهيدي بتتطلب عمل وبتتطلب تنسيق مع المجتمع المدني. بس انت مع النسبية مش ضدها يعني؟ انا انتبه انا ماني متمسك فيها، يعني ما بعتبرها خير مطلق وما بعتبرها شر مطلق، بس مش افضل من الوضع الحالي بمكان ما بدها دراسة معمقة يلي انا بعد ما شفتها، بدها توعية بمكان ما من بعد ما نقوم بهالدراسة بدنا نقوم بتوعية لنقدر نفهمها. والوقت وعامل الوقت ما في شك الوقت بدنا نبدأ من مكان ما في شك بدنا نبدأ بالمكان لنقدر نأثر على مجلس النواب مثل ما كان عم يحكي وليد وانا بيفو بمكان ما تنقدر نشتغل ميدانيا. بدنا اول شيء نتفق بالنصوص بين بعض على الفكرة على المشروع على الهدف، توحيد الهدف بعدين يتطلب تنسيق بين المجتمع المدني ومع الأحزاب السياسية اللي تتفق مع المجتمع المدني بها الرأي لنقدر ننجح. بزماننا ما قدرنا نوفق بين مجتمع مدني وأحزاب شغلة السياسية. المجتمع المدني هي التأثير بتصير لأنه في هل يتقبلك المجتمع السياسي إذا أنت من مجتمع مدني وتتعارض أنا تجربتي الشخصية هي يعني هذه تجربتي الشخصية كيف قدر يمزج الاثنين معا بتقبلك بإنك أنا كفرد لأن تعرفي أزمتنا في لبنان هي الأزمة الأكبر اللي هي لا يقبل النسبية بسببها. نحن بلد لا يحترم الفرد، عندنا حقوق المجموعات الطائفة الفلانية المجموعة الفلانية بس الفرد مش مهم، هذا رايح مدعوس مش مهم، مع أنه أهم قيمة بالمجتمع هي الفرد. الفرد الأحزاب والمجتمع المدني هن أفراد، إذا أنت فرضتي على الآخر الآخر يسمع
بتسوي حتى الاحزاب اللي ممكن تكون عندها صيغه طائفيه لما بتناقشيها بمنطق وبقوه يعني كمان تحس انه انت موجوده تضخ لكثير من المواضيع لانه ما في حدا مقفل. اعطينا مثل وين رضخ وين انت اليوم حسيت انه يعني الاحزاب السياسيه رضخت للمجتمع المدني باي مطرح؟ بتجارب رضخت بمراحل مثلاً. عشنا تجربة إرضاخ بتسوي كان عايشة إرضاخ للأحزاب السياسية الكبرى لتكون بضمن تجربة بسنة 2005 أنا يعني دفشت أنا بدي زيد بحمى التأجيج بهاي اللحظة دفشناهم دفعناهم لحوارات يعني تخيلي انه انت ب 2005 بنص دين سويت الانتفاضه طب شو نفعت الحوارات؟ فتح هقول لك شغله مدرسه اكثر ولا لا 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 كنا بالطائفيه صرنا بالمذهبيه حلت خلافات مثلا لاول مره بينحل خلاف على مستوى الناس بعد حرب الجبل بلبنان تم بسبب كميه الحوارات اللي عملها المجتمع المدني مع الاحزاب السياسيه على هامش هذيك اللحظه التاريخيه يمكن هاي القصص والسيء بالاعلام انا بوافق وليد بدي زيد عمليا ست غادة قدرنا نحن كمجتمع ناثر وهون يمكن بمكان ما شكر كان للوزير بارود بعهده كثير من المطالب اللي نحن كنا عم نتقدم فيها من سنه 2001 بنسله الي وصولا لل 2008 قدرنا انه نفوت قضايا اساسيه مثل استبدال البطاقه الانتخابيه ببطاقه الهويه، توحيد خليني اقول يوم الانتخاب يكون بيوم واحد، توحيد حتى اماكن الاقتراع من اكل حق الوزير يعني عدد الاصلاحات يعني عم ضويني كيف نجحنا بفضل عمل مستمر نجحته الا لانه كان الوزير بارود من مجتمع مدني لو كان تماما تماما وانا ما حمل هالهواجس وانا الطائفه السياسيه انا على الطبقه السياسيه يعني نحن دخلنا بحوارات مع المجلس النيابي بهديك الفتره من شان اصلاحات قدرنا نقنع عدد كبير والقوى السياسيه بتفاصيل هن كانوا رافضينا نهائيا بس انه هن اخذوا اللي بدهم اياه اخذوا قانون الستين وبعدين التفاصيل ما عادت مشكله عندهم يعني ما عم بقول نجحنا 100% بس لكن نحن انا اليوم قدامنا الفرصه انه نبلش نفسر للاحزاب السياسيه انه هي ستكسب اذا قدرت تعمل خطاب عابر للطوائف لانه ما بقى فينا نعيش بقوقعة الطوائف نحن بدنا خطاب عابر للطوائف وبدنا هذا الخطاب يكون الكل عاملينه علما انه التحالفين السياسيين الاكبر بلبنان هن بشكل ما عابرين للطوائف لانه هن مش من طائفه وحده خليني فسر قبل الفاصل الاعلاني بس بدي اخذ رايك استاذ باسم شيد بموضوع اللي عم نحكي فيه هل بتوافق الراي انه المجتمع المدني يستطيع ان يؤثر على المجتمع السياسي بالحوار بالحوار يعني اول شيء تعريف مجتمع مدني المجتمع المدني انت الاحزاب من ضمنه للمجتمع المدني هيدا يعني مش عم نحكي عن نقابات واحزاب يعني المجتمع غير السياسي غير الحزب الحالي لا ما هو ما مجرد من يعني ممكن بس نشرح في شغله مجرد ما المجتمع المدني دخل بالحياه السياسيه صار عم يطرح طرح سياسي فكره انا بالنسبه لي التصنيف هو بمطرح اساسي تفضل. في حركه سياسيه عابره الطوائف موجوده من ضمن يعني على مستوى القاعده الاجتماعيه والسياسيه تبع الناس والى ما هنالك هي عم تنقل نوعا ما هموم او عم تعكس هموم اساسيه خاصه بموضوع التمثيل وبالحقوق والى ما هنالك وفي تكتلات سياسيه تعكس هموم زعماء طائفيين بيجربوا يجمعوا الناس على اساس طائفي يعني انت لا هون السؤال الاساسي هذا الفرز الاساسي هو يمثل مجتمع مدني كان بحواره ولكن ما كانوا اثنين عم بيمثلوا مجتمع مدني انت هيك عم بتقول لا مش عم بقول انه ما عم يمثلوا مش عم احكي عن تمثيلهم هني عم احكي بالنسبه لي كيف عم شوف الفرز القائم عند الناس ليه ما في مشاركه كثير كبيره بالانتخابات القائمه هلا مثلا ليه ما عم نحكي عن مشاركه ما بتتعدى ال 50% باحسن الاحوال بمناطق بتخف وبمناطق بتزيد واغلبيتها بتزيد على مستوى تحريض طائفي طب ما نطلع على هي الامور حتى نحكي بالتمثيل السياسي الصحيح بس بكل مره كمان في كان مستقلين عم يترشحوا على الانتخابات مزبوط. ليش هال 40 50% اللي رافضين التكتلات الكبيره ما بينزلوا بيدعموا طب ايه بس لانه مش قرار بس مش قرار الواحد بينزل على الانتخابات بده يكون في كمان بده يكون في بدائل موجوده فعليا حتى ينطرح هذا ينطرح هذه المواضيع الانتخابيه وتجر العالم لتصوت على هالاساس ما في الواحد يقول انه العالم قاعده ببيوتها مش عم تنتخب مش مقتنعه بالاليه الانتخابيه ولا بالنظام الانتخابي ولا بالبدائل الموجوده وين ما هنالك فكلها هي بتدخل بموضوع بناء الحياه السياسيه من جديد وعشان هيك ما في ينفصلوا الامور حتى لو موجود هلا السلطه السياسيه طارحه يعني موضوع النسبيه
النظام يا ما بنبلش ممكن بس ممكن خطوة بس لحظه خطوة. حتى لو لو الطبقه السياسيه طارحه موضوع النسبيه، مهمه المجتمع المدني اذا عم نحكي عن المجتمع المدني يوسع الاطار النقاش حول المواضيع اللي بتطرحها الطبقه السياسيه، مش بس بيلتزم بالحدود اللي بترسمها الطبقه السياسيه، هون بيكون موضوع اصلاحي وتغييري جدي، والا بنكون بس نحن رده فعل عن النقاشات اللي بتصير الطبقه السياسيه، باخر النهار بتستغلها هي لمصالحها وبتزت المطالب ثانيه، بده الواحد المجتمع المدني يكون مقدام انه يفتح المجال ليتناقش موضوع النسبيه بعلاقته بموضوع الطائفيه، موضوع المسكن، موضوع السكن، وين مكان انتخاب، اليات الانتخابيه، الفئات اللي بتقدر تنتخب 18 سنه، المهاجرين والى ما هنالك من القضايا كلها بدها تنفتح، هي دور المجتمع المدني يفتحها كلها، مش يسكر على القضايا لانه الخطاب السياسي عم يناقش بس بالخصوص. استاذ باسم برايك الوزير زياد بارود ما حاول يفتح يعني يقرب المسافات بين المجتمعين، يعني نحن بدنا تعبير، وجدنا انه المجتمع المدني هو التعبير، ما قرب ببعض الخطوات؟ اكيد يعني بيقرب بعض الخطوات، ما سمعت السؤال كله. الوزير زياد بارود ما قرب بعض الخطوات باتجاه يعني تقليص المسافة بين المجتمع السياسي. شو النتيجة طلع مع الوزير زياد بارود؟ شو استقال. النتيجة؟ استقال ليه استقال؟ لأنه في استحالة ضمن الطبقة السياسية ضمن تكوين الطبقة السياسية القائمة أنه يصير في أي إصلاح جدي لهالموضوع. خلينا ناخذ نحن العبر من الموضوع ونوسع نوسع النقاش مش نظهره على حدود لكيف تطرح الطبقة السياسية المواضيع. قبل ما في كمية في مجموعة بتعرف زياد بارود من الناس اللي أسسوا الجمعية اللبنانية وأجل ديمقراطية الانتخابات ب96 والجمعية قدمت شغل كتير كبير كان الوزير بارود جزء أساسي منه. بس معلش الجمعية بمطرح معلش إذا بدنا نحكي كل شيء كنا نحن عم نتابع وببرنامج الفساد تبعنا فساد الانتخابات الجمعية بمطرح سمت أول مرة مين عم بخالف القوانين تاني مرة خلص أول تقرير طلع بالتسمية تاني تقرير صار في تعمية وكأنه رجع نشرت كل النشر وكل الأسماء بس عم بدي أقول شيء كتير أساسي خلينا بس الإصلاح متكامل إيه بس كلمة الإصلاح متكامل صحيح بس إذا ما بدنا نبلش بمطرح يا جماعة ما بنوصل المثل الصيني بيقول أنا معك خطوة لازم مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة إذا ما حدا بده يعمل هالخطوة ما حدا فاصل إعلاني وبنرجع لكم مع باتصال أيضا ومداخلة مع وزير الداخلية السابق زياد بارود منتابع معكم حلقة الليلة من برنامج الفساد يمكن هالحلقة واللي رح موضوع رح ينفتح لحلقة تانية لنواكب موضوع القانون اللي عم ينطبخ بمجلس الوزراء وبعدين بمجلس النواب معنا على الخط مباشرة الوزير السابق للداخلية زياد بارود مساء الخير معالي الوزير مساء النور يعطيك العافية استاذ غادة ومساء الخير كمان لضيوفك الله يعافيك مع كل واحد مطرح ما هو معالي الوزير الله يخليك مثل ما قلت انه اشتقنا لك اول شيء بعدين بالنسبه للقانون اللي نحن عم نحكي فيه نحن امام قانون جديد يعني كل وزير بيجي بيرجع ببلش بقانون جديد وببلش بمطرح هل اطلعت على قانون اللي قدمه الوزير شربل طبعا هو اذا بدك قانون يشبه الى حد بعيد القانون اللي كنت سلمته اياه بالتسلم والتسليم مع فوارق يعني بنقدر نفوت بتفاصيلها بس بشكل عام المشروع اللي كنت قدمته كمان كان يستوحي او ينطلق من مشروع قانون الوزير بطرس او هيئه صحيح 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 وانت كنت مشارك فيها نعم ايه بس انا بحب كثير نعطي كل واحد حقه هيدي الهيئه هي اللي انتجت الاصلاح بمعناه من اولي وكنا بعدين صرنا نزيد عليه ونحسن اذا بنقدر بس الاساس بلش هنيك انا بدي تسمحي لي بلش اقول لك هنيكم على الريبورتاج اللي انعمل حضرته من شوي هذا الريبورتاج عم بيضوي على موقف القوى السياسيه من موضوع النسبيه وعم بيفرجي انه الناس بمطرح او مش فاهمتها او ما بدها تفهمها لانه ما بهم خيار السياسي محسوم نعم انا بدي اعلق على هذا الموضوع بما يلي تطوير النسبية مش عندكم مش بالروبورتاج ولا بالبرنامج بس تطوير النسبية بشكل عام وكأنه صعب أو وكأنه تطبيق صعب ما له شيء بريء وأنا بعتقد أنه النسبية هي على مستوى الاقتراع أسهل بكثير من النظام الأكثري صحيح أكثر من هيك بال 2009 أكثر من 75% من اللبنانيين صوتوا بلوائح مقفلة يعني مثل ما هي وزي ما هي وسميها مثل ما بتريدي نعم. عملوا خيارات سياسية ونحن بنظام أكثري فكيف بالنسبية
اذا النظام النسبي يشبه التنوع اللي بالبلد، بيقدر يدير التنوع بصوره افضل. النظام النسبي هو نظام معتمد بعدد كبير من دول العالم، فيها تنوع، فيها اختلاف. هون عندنا باختلاف طائفي بس بغير مطارح، في يمكن اختلاف اثني او مناطقي او غيره. فبدي اسال كمان، هل اللبنانيين اقل وعي من التونسيين مثلا يلي طبقوا النسبيه باقل من 6 أشهر بين اقرار القانون وبين اجراء الانتخابات؟ عملوا انتخاباتهم بشهر 10/2011. نعم. وقرر القانون بشهر 5/2011. نعم. وعملوا هيئه مستقله كمان مش وزاره الداخليه. ظن انا انه تضخيم صعوبة النسبية منه بريء، وهو موضوع لابد من معالجته. بس كمان النسبية بعدها على مستوى الاقتراع أسهل، على مستوى الفرد تأكد تمام أن القوى السياسية والمندوبين بيعرفوا كثير منيح كيف يشتغلوا. نعم. بيعرفوا كثير يعني منيح كيف يروحوا. مع الوزير أنت بتوافق أنه لازم نبلش من مطرح وما نضلنا حاطين الأمر بربطه بإصلاحات عظيمة كبيرة، يعني صارت أشبه بشعارات، وأنه يا أنه منصلح النظام كله لأنه النسبية واحدة ما بتأدي، يا ما منشتغل النسبية. يعني هل توافق أنه لازم نبلش من مطرح؟ أنا مع إنه يمشوا الخطين بشكل موازي، ما في شيء بيمنع نشتغل على إصلاحات كبيرة دستورية وإنشاء مجلس شيوخ وإلى آخره، وبذات الوقت طب إذا في استحالة اليوم مرتبطة. لا أنا عم بقول بشكل موازي نشتغل على قانون الانتخابات، واليوم في شيء عملي حصل. اليوم مجلس الوزراء عم بناقش مشروع قانون، ما بقى عم نحكي بالمطلق، عم نحكي عن مشروع قانون موجود على طاولة مجلس الوزراء. نعم. خلي هذا المشروع، خلي المؤسسات الدستورية اللي اليوم ممثله بمجلس الوزراء، خلي يبت بهذا الموضوع ويقول مع او ضد. خلي كل مجموعه سياسيه ممثله ان في مجلس وزراء او في مجلس نواب تاخذ تتحمل مسؤوليتها بهذا الموضوع. انا ما بعرف اذا قلت انه في مسؤوليه تاريخيه بهذه المساله. بس هل انت متفائل يعني معالي الوزير؟ انت تجربتك يعني كانت اكبر دليل انه المجتمع المدني لا يستطيع ان يقف في وجه الهيمنه السياسيه، وتجربتك انت كانت اكبر دليل على هالموضوع. تجربتي بتقول انه ايد واحده ما بتزقف، تجربتي بتقول انه اذا تكتلنا بنقدر نعمل شيء وبنخرق، تجربتي بتقول انه عملنا خرق سابق ب 30% من الاصلاحات اللي كنا عم نحاول نعملها. صحيح. قارني بين قانون 2000 وقانون 60 والقانون 25 على 2008، بتشوفي الفارق يلي ما بيكفيني، يلي ما بيشفي لي عطشي لشيء احسن، بس على الاقل نحن عم نتقدم مش عم نرجع لورا كنا بهذا المعنى. اكثر من هيك، نحن اليوم امام طبقه سياسيه ممانعه للاصلاح، مش كلنا، في ناس بالطبقه السياسيه منتزين ومنحيي اصلاح يعني رغبتهم بالاصلاح، ولكن في اكيد طبقه سياسيه بهالحلقه المفرغه عم تحاول انه تحافظ على مواقعها. طبيعي جدا اللي عم تيجي تقولي له انه انا بدي شاركك وهو وحده ما عنده شريك، ما رح تعزمه خبريه. بالنظام النسبي اي مجموعه سياسيه بتنام قبل بليله من الانتخابات عارفه انه ثاني يوم في معها شريك، بطلت لحالها. بس هل انت يعني انت عم بتقر انه عم بتقول انه في حدا بالسلطه السياسيه هو بده الاصلاح، ولكن الناس ما عم تكتشف هالشيء، ما عم بتلاقي، عم تلاقيهم كلهم عم بيرجعوا للمحاصصه، عم بيرجعوا لانه اتفقوا على مصالحهم. لانه الاصطفاف اللي عندنا قوي، بس بذات الوقت هيدا ما بيلغي انه ناس مثل ضيوفك ومثل البرنامج اللي عم تحاولي من خلاله. بس يا ريتهم هلا بالموقع السياسي بموقع القرار، نحن عم نحكي عن السلطه السياسيه. ما هيدي جزء من الممانعه كمان، بس بلبنان مش بس السلطه لازم تكون هي عم تعمل خيارات تشريعيه للناس. السلطه اوقات بتاخذ الاشياء مثل ما هي. هل انت مع تحركات مدنيه سلميه لمواكبه هذا القانون من خلال اعتصامات معينه، من خلال يعني تعبير عن الراي، من خلال يعني ماذا يجب ان نفعل؟ يعني انه هلا بكره بعد جمعتين بدهم يبحثوا القانون شو بتقول؟ انا بظن انه الحمله المدنيه للاصلاح الانتخابي يلي بتضم عدد من الجمعيات، منها جمعيه وحده، هيدي صار عندها تجربه وصار عندها امكانيات عمل على المستوى العلمي وعلى المستوى الشعبي كمان. المزيج من العلميه بين المزدوجين الشعبيه بانه ننقل الامور من ما بدنا بس نقاش اكاديمي، ما بدنا نحكي بس ما هذا اللي عم نقوله. نعم. كاكاديميين بدنا نحكي بالنسبيه مع الناس يلي هي لها علاقه بالانتخاب. نعم. مع اي مواطن عم ينتخب، والموضوع منه هالقد صعب. وانا ما عم نجي نقول انه ما في غير النسبيه والا نحن ما بنسوى، عم نجي نقول اذا ما بدكم نسبيه اعطونا بدائل، بس. نعم. مش البديل هو ان نبقى بما نحن عليه،
هيدا هيدا انه نبقى بقانون الستين. نعم. لانه بسمع اوقات عم ينحكى انه رح نرجع على قانون الستين، ما رح نرجع، رح نبقى فيه. ما هو هيدا القانون القائم على طيب. مستوى شو رايك انه القانون اللي اقترح القانون المقدم من الوزير شربي يلغي الهيئه المستقله للاشراف على الانتخابات، يعني وهذا بهذا طعنه يعني كبيره للانجازات وعوده يعني لتهميش المجتمع المدني او المدنيين المستقلين. شو تعليقك على الموضوع؟ انا بظن انه مشروع الوزير شربي المشروع جيد بشكل عام، مشروع بياخذ بالاسم الاكبر من الاصلاحات، مشروع موجود على طاوله مجلس الوزراء اليوم ولازم ندعم مناقشته واقراره. وماذا عن الهيئه المستقله؟ انا رايي الشخصي وضمنت هالراي للمشروع اللي كنت قدمته. انا مع هيئه مستقله بالكامل تحل محل وزاره الداخليه، وكنت اقول قبل وقت كنت بعد الوزاره اتمنى ان اكون اخر وزير داخليه يدير انتخابات، لانه كل الناس رايحه، كل العالم رايح اما على مفوضيه عليا للانتخابات او هيئه مستقله. ما فينا نضمن دائما، واليوم بلش الكلام اذا بتسمع اليوم باليومين الاخيرين الكلام السياسي انه نحن ما بنعرف اذا رح فينا نروح على انتخابات مع هذه الحكومه، ان تدير هذه الحكومه انتخابات. طب نحن لو عندنا هيئه مستقله هذا الموضوع كان انحل. تونس برجع على هالنموذج اللي بعتقد كان ناجح جدا. نعم. تونس انشأوا الهيئه المستقله بشهر 4/2011، اجلوا انتخاباتهم شهر 10/2011، بست شهور انجزت هذه الهيئه امور كثيره وبعتقد عطيت مصداقيه للانتخابات. بمعزل عن مين وزير الداخليه، بمعزل عن اي وزاره، عم بحكي بالمطلق، عم بحكي من 43 لليوم وللمستقبل عندنا مصلحه بلبنان يكون عندنا هيئه مستقله تحسن اداره العمليه. بسؤال اخير مع الوزير، هل انت متفائل انه رح نقدر نتقدم بموضوع القانون الانتخابي على مستوى النسبيه؟ هل انت متفائل بهالشيء؟ انا تعودت اكون واقعي بمقاربه الامور. نعم. بعدني بحلم، يعني ما بلغي الحلم بس كمان ما بدي أعطي الواقع. كيف بتقرا الواقع عليها حاليا؟ انا بقرا الواقع كما يلي: الفساد جزء منه، جزء من الفساد هو على مستوى قانون الانتخاب. نعم. وجزء من ممانعه بوجه اصلاح ضد الفساد كمان على هذا المستوى. انا بظن انه اليوم عامل الوقت هو لصالح قانون الستين، منه لصالح الإصلاح، ولذلك يجب الإسراع. دخلنا دائرة خطر برأيي على مستوى إقرار قانون إصلاحي بالكامل. مش ناقصنا خبراء، مش ناقصنا نرجع نفتش ونعمل أبحاث. الشباب اللي معك والكثير من اللي عم يسمعونا عملوا خطوات كثير مهمة. المطلوب هو قرار سياسي، وهذا القرار السياسي للأسف قانون الانتخاب بلبنان ما بصير إلا إما على حماوي وبنعمله برات لبنان، او بصير بتوافق كمان بهذا المعنى. انا بخاف انه قانون الانتخاب يتاخر تحت عنوان الوقت عم بداهم، تحت عنوان انه المنطقه عم تغلي، وتحت عنوان انه نسبيه صعبه وما عم نفهمها، وتحت عنوان انه وين بدنا نفتش على بدائل. شو المطلوب؟ شو مطلوب منا نعمل كلنا؟ شو مطلوب منا نحن اللي بدنا النسبيه؟ شو لازم نعمل؟ انا بظن لازم نحط الجهود مع الحمله المدنيه للاصلاح الانتخابي. لازم ندعم مناقشة الحكومة لقانون الانتخاب والبت به. يعني الحكومة عندها خيار من ثلاثة: أو بدها تروح على تبني المشروع، أو بدها تروح على رفضه بالكامل، أو بدها تقدم بدائل. ما فيها الحكومة تقول له للبنانيين ما رح نضلنا على 60، ما بيمشي الحال هيك. شكرا لك، على أمل أنه نتابع هالموضوع كمان معك مع الوزير زياد بارود. شكرا لك على المداخلة. قبل ما نرجع نعلق على الموضوع، خلينا نمر الريبورتاج الكتير مهم اللي هو بيتعلق بشرح هيك شوي مبسط بالأرقام للنسبية، أعدته زملتنا ليال بوموسى. وزي ما هي عالوعد نكمل دربك. مثل ما هي فشل برقبته، مثل كلمة زي غلط، مثل إن كانت زي ما هي أو مثل ما هي، النتيجة واحدة: قسم من الشعب مثل ما هو أو زي ما هو غير ممثل في مجلس مبني على أساس النظام الأكثري. وإليكم واقع التمثيل في واقعه الأكثري وحسابات النسبية التي تغير الواقع، فلا يبقى مثل ما هو ولا زي ما هو.
مثلاً في دائرة انتخابية تتضمن 10 مقاعد ترشح 3 لوائح، لائحة 14 أذار، لائحة 8 أذار ولائحة المستقلين، وحصلت لائحة 14 أذار على 50% من الأصوات ولائحة 8 أذار على 40% ولائحة المستقلين على 10%. ففي نظامنا الحالي تحصل لائحة 14 أذار على المقاعد العشرة لأنها حازت 50% من الأصوات، في حين أن 50% من الأصوات الباقية ترمى دون أي تمثيل. أما لو طبقنا النظام النسبي لحصلت كل لائحة على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها. لائحة 14 أذار التي حصلت على 50% من الأصوات تحصل على 5 مقاعد، ولائحة 8 أذار تحصل على 4 مقاعد، ولائحة المستقلين على مقعد واحد، وبالتالي تمثل كافة الأصوات. كرمال هيك دائما كنا نطالب وبعدنا عم نطالب انه ننتقل من النظام الاكثر الى النظام النسبي اللي بيحقق عداله بالتمثيل اكبر. هيك بنكون عم نخلي كل فئات وشرائح المجتمع تتمثل، بنكون عم نشجع الشباب والاقليات انهم كمان يترشحوا ويشكلوا لوائح. وفي النظام النسبي تشكل اللائحه على اساس البرنامج الانتخابي وليس على اساس الافراد. احنا اليوم نسمع برامج وخطابات رنانة قبل الانتخابات، نجي بعد 4 سنين عم نطلع ما في شيء منه متحقق. ليه؟ لانه النائب اللبناني مقتنع، وهو هذا الواقع مزبوط، انه ما في محاسبة، في تبعية طائفية بلبنان بتخلينا ننتخب نوابنا. بس لما يصير في هذا الوعي عند المواطن انه انا الي حق حاسب، انا عم بنتخب على اساس برامج، هون بنكون عم نخلق الشغلتين، اول شيء محاسبة وثاني شيء عم نحفز النواب لانهم يطبقوا البرامج اللي عم يقعدونا فيها قبل الانتخابات. وهناك شكلان من اللوائح، المغلقة وغير المغلقة. هلا هون في شغله، في عده انواع من اللوائح، في لوائح مقفله اللي بتكون هي مرتبه مسبقا، يعني انت بس بالانتخابات بتصوتي للائحه، واللائحه بتحصل على يعني اذا اخذت 40% اول 4 اشخاص بفوزوا اذا اعتبرنا انه في 10 مقاعد. في لوائح ثانيه مع صوت تفضيلي، هيدي اللي بتخولك انه تفضلي شخص على شخص ثاني، وهون بصير يقدر الشخص اللي بكعب اللائحه يطلع على اول اللائحه. وفي النظام النسبي هناك ما يسمى بالعتبة الانتخابية، أي عتبة الحد الأدنى من الأصوات لكي تمثل اللائحة في المجلس النيابي. فبعض الدول تأخذ بعتبة 10% من الأصوات كتركيا، أو 5% مثل ألمانيا. وإن لم تحصل اللائحة على العتبة الانتخابية لا تنتقل إلى مرحلة توزيع المقاعد، فبعد مرحلة العتبة يأتي حساب الحاصل الانتخابي. مثلاً إذا اعتبرنا أن مجموع الأصوات في دائرة ما هو 100,000 صوت يتبارون على 10 مقاعد، فنقسم 100,000 على 10 فيأتي الحاصل الانتخابي 10,000 صوت، أي كل 10,000 صوت يتم تمثيلهم بمقعد نيابي. حالياً كل القوانين اللي عم تناقش، يعني كان القانون اللي مقدمه وزير الداخلية وعم نناقش بالحكومة حالياً، أو القانون اللي نحن مقدمينه، أو كل القوانين اللي تقدمت مسبقاً، هي قوانين ما عم تدق بالكوتا الطائفية. يعني نحن عم نجي نقول إنه نحن بدنا نعتمد النسبية بظل الوضع الطائفي الحالي الراهن، يعني نحن عم نحترم توزيع الطائف. ويبقى السؤال في ظل الكوتا الطائفية ورجال الطوائف وهواجسهم، هل تطبق النسبية بمعناها؟ أم تطبق نسبياً؟ يعني عم نحاول نبسط الموضوع، ولكن ما هو يعني صار معلوم أنه القانون اللي طرحه الوزير شربل يختلف عن النسبية اللي كانت مطروحة. فينا نعرف شوي، يعني مثل ما عرفنا أنه أثناء الجلسات اللي انطرح فيها القانون لحد هلأ تم بحث عدة خيارات، منها كوتا الجنس الآخر، الصوت التفضيلي، اعتماد كوتا عتبة الحسم لتأهيل اللائحة مثل ما هلأ شفنا، طريقة احتساب توزيع المرشحين. خلينا أكيد أنت طلعت على القانون اللي قدمه الوزير شربل، شو تعليقك على هالقانون؟ في شغلتين أساسية سايعين. القانون اعتمد دوائر صغرى فيها ثلاث انواع كوتا. هي الكوتا المناطقيه، يعني لانه الترشيح يبقى على اساس القضاء، وكوتا الطوائف، ومن ثم الكوتا الجندريه، يعني على ان لا تقل 30% من كل لا ممكن تكون لائحه كامله نساء لا تقبل، بده يكون على الاقل فيها 30% من الجندريه. المشكله بصير انه مع كل هاي الكوتا بتفقد النسبيه معناها. كيف يعني؟ يعني نقول إذا في 7 مقاعد
يعني بدنا نحافظ على الطوائف. مثلا تعال ناخذ مثل، اعطينا امثله. جبيل وكسيوان. نعم. عندنا ثلاث مقاعد بجبيل. نعم. اثنين مواني واحد شيعة. او عفوا اذا بناخذ جبيل والبتون يمكن اهون. نعم. جبيل مقعدين مواني مقعد شيعي، البتون مقعدين مواني، مجموع خمس مقاعد. نعم. بدنا نعمل الترشيح، ما بكفي ينجح اعلى اربع مواني، لا، اللي بده ينجح بده يكون اعلى اثنين مواني بالبتون، تنحافظ على تمثيل الطائف. لا المنطقه البتون، بعدين ممكن يكون مثلا احسن اعلى صوتين اخذوا اثنين شيعة المنطقه، يعني اذا اخذوا اثنين احسن اثنين شيعة يعني اعلى اصوات من غيرهم، بيسقط واحد منهم وبينجح واحد ثاني. بس كيف كان قبل القانون اللي مطروح قبل هذا القانون؟ القانون اللي طرحته لجنة بطرس بتعتمد فيه نوع كبرت الدائرة، اعتمدت القضاء كدائرة انتخابية، بتوسيع الدائرة بيزيد عدد المقاعد، يعني بتكون المشكلة مخففة هون. وعملت بكل ما وسعنا، يعني هو المبدأ بيقول انه بالنظام النسبي بنعمل دوائر كبيرة، محافظة او بلد. بالنظام الاكثر فينا نروح لنعمل صحة تمثيل ناخذ دوائر فردية، وهو نظام متبع بدول مثل فرنسا وغيرها. المشكلة الثانية الموجودة بالقانون اللي هو بنسميهم اصوات التفضيلية، اللي هن طرح ثلاث اصوات واللي هو عدد كبير. عادة صوت التفضيلي واحد، شو يعني صوت تفضيلي؟ انه انا بنلاقيها عندي 10 اسماء، انا بحط اكس حد الاسم المفضل عندي اللي هو بيعيد توزيع اللائحه، بنشوف ضمن اللائحه مين الاكثر شعبيه. اجوا قالوا انه بلبنان لا، الزعيم هو حياخذ دائما، فحطوا صوتين تفضيليين. المشروع المقدم ثلاث اصوات تفضيليه مع احتساب كوتا جندائي، بلشنا نفوت بالتعيد. يعني انت مش راضي على هالمشروع؟ لا انا راضي على النسبيه، بغض النظر مشروع القانون بده شويه شغل، خاصه انه ما في هيئه مستقله. يعني هذا وين بعد في وقت للشغل؟ ما لا لا الوقت، اذا اقروا وافقوا على مبدا النسبيه التصليحات تحدث بمجلس النواب. يعني بتعرفي المشروع سيحول على الهيئه العامه وعلى اللجان، ممكن يصيروا هو التعديلات مثل ما كانت الحكومه السابقه حادث اللجان. بدي اقول بعد شغله بمشروع القانون اللي هو فيه تفصيل شوي دقيق بتقسيم الدوائر. كثير خطوره تقسيم الدوائر بلبنان، لانه هيدا بتعمل حساسيه سياسيه اكبر. الطائف اعطانا المحل، قالنا المحافظه بعد اعاده النظر وحسب تحليل رئيس حسيني بالزمانات لقلنا ايام ما كنا عم نشتغل على القانون، كان هو تحيه لانه هو يعني من اللي هو خرج من المجلس، استقال نائب، استقال من المجلس النيابي وما حدا انتبه. نعم شخصيا للاسف يعني. كان يقول انه لا نرجع للخمس محافظات. اليوم نحن بالخمس محافظات قادرين ننتج نسبيه اساسيه، واللي قاله الوزير بارود كثير مهم. مزبوط، نحن بال 2005 انتخبت الناس لوائح مسكره، يعني نحن ما عندنا لائحه حدا خرقها، كانت الا المتن، خارج المتن كانت لوائح مقفله. فبالتالي الناس انتخبت بشكل نسبي، والنسبيه كثير سهله، لانه للناخب كل اللي بده يعمله عنده ورقتين او ثلاثه او اربعه، بحط الحمراء ولا الخضراء ولا الزرقاء، ما بيعمل اكثر من هيك. وعمليه الاحتساب عمليه سهله، عندنا خبراء، نحن متفوقين بالخبراء. هلا بدنا نجرب نعمل عمليه احتساب بالتركيب الحاليه، لو كنا اعتمدنا النسبيه مين كان وصل على المجلس؟ بدنا شويه ارقام بس انه فينا ولو بشكل سريع. شو تعليقك على الموضوع؟ لا انا اللي عم بيقولوا وليد بوافق الراي بالناحيه، خليني اقول شربكه المفاهيم النسبيه ضمن قانون الوزير شربل. برأيي في عنا عدة قوانين فيها نرجع نبني عليها، أهمهم كان القانون تبع فؤاد بطرس فينا نبني عليه. هلا اعتبر كان خلينا نقول قانون توافقي بمطرح اخذ النسبيه، بمكان اخر اخذ الاكثريه. وبين حتى اقضيه كبيره او خليني اقول دوائر يعني انتخابيه كبيره ودوائر اخرى صغيره على طريق بمكان ما، لا خلينا لارضاء الجهات يعني جميعا بالبلد. انا بدي اكون مثل وزير بارود واقع شوي، مع انه انطباعي لاخر خليني اقول استطلاع اجريناه داخل البرلمان اللبناني ما في جزم نهائي انه رح نبقى على قانون الستين، مثل ما انه
ما في جزم نهائي انه حنقدر نمشي باتجاه قانون يعني اكثر حداثه. يعني بيصير في بعض التعديلات اللي هي ترضي، انا اخشى وهذا رايي الخاص، ما بدي اكون متشائم، وانما اذا برجع يعني اذا برجع بشوف كيف صغنا قانون الستين المعدل ب 2008، مثل ما ذكر الوزير بارود انطبخ على نار حاميه بالخارج، ومثل ما ذكر وليد العقد الاهم هي باقتطاع الدوائر. هيدي الطبقه انا شايف خايف منه، لانه حصل بتوازنات اقليميه اتفاق الدوحه، وبظل الاجواء الاقليميه المتشنجه اخشى انه نبقى على قانون الستين، لانه مش قادرين نمشي. خلينا نشوف استاذ باسم كمان معنا. باسم شو رايك؟ يعني واحدة من الشغلات اللي عم نحكى فيها هي قصة استراتيجية، أنه كيف ما نحسن من موضوع التمثيل. عشان هيك عم يطرح قصة مفروض ينطرح يعني بالحركة، وقت احنا عم نواجه الطبقة السياسية القامة، أنه بالسلة المتكاملة تراجعت الدولة عن موضوع وحطت النسبية جيد خطوة لقدام، بس بكمل هي الفكرة أنه اللي عم ينحط عليها عكأنه أنه يا بنحكي بالنسبية هلأ يا بنلغى كل شيء. لا، مش مزبوط. يعني هون السؤال الأساسي، وقت نحن عم نحكي عن تمثيل نسبة بنفس الوقت مع المحافظة على كوتا طائفية وكوتا مناطقية وإلى ما هنالك، مثل ما قال الأستاذ وليد أنه عم تلغي موضوع النسبي. من جهة تانية كمان ما نطلع عليها بشكل أساسي هو موضوع التقسيم الطائفي، لأنه كمان مشكلة كتير أساسية بطرح موضوع النسبية بدون ما نحكي عن الموضوع الطائفي، وكيف عم كيف ممكن يأثر بشكل كتير سيء على شكل التمثيل السياسي. هل باسم، هل أنتوا يعني هل أنتوا عندكم شيء طرح مشروع بديل خارج الإطار النظر؟ يعني هل اشتغلتوا على قانون؟ هل بتتبنوا قانون معين؟ ما في نحن، يعني في بس انا عم احكي، ما مش عم مثل حدا. ما المشكله انه ما هي المشكله، انا بدي اوصل لهيدا الجواب، انه هيدي المشكله، انه ليش ما يعني ليش ما بتتكاتفوا؟ مين نحن؟ ما هو انا ناشط سياسي، كل حدا ناشط سياسي عنده اهداف ذاتها مثل اي حدا تاني. كيف تلاقيتوا يعني ما هي القصه مش مزبوط انه كلهم عندهم نفس الاهداف. في هدف تاريخي إذا نحكي فيه هو التخلص من النظام القائم والحلقات المفرغة وحروب أهلية والطائفية وإلى ما هنالك. استراتيجيات تختلف، إذا استراتيجيات تختلف تحتمل أن الناس تلتقي بمطارح وتفترق بمطارح تانية، هذا شيء كتير طبيعي وشيء كتير ديمقراطي. أنا بالنسبة لي الوحدة ضرورة أنه يكون كلنا موحدين تحت شعار واحد هو شيء لا ديمقراطي، يعني نفس الشيء منطق التوافق اللي بيحكم الدولة اللبنانية عم ينطلب من الحركة بالشارع تتوافق على الموضوع. على هدف يعني بس شعار أنا واحد أنا أوكي. بس على هدف واحد، يعني ليه ما بدنا نحط هدف ونجمع بعضنا عليه؟ طيب ما في هدف، في هدف. إذا أنا بقول هلأ بدنا نحكي عن نظام أنظمة قائمة تلغي موضوع الطائفية والتمثيل الطائفي وإلى ما هنالك على المستوى الانتخابي وعلى مستوى الوظيفي وإلى ما هنالك. بكرة في معركة على موضوع الانتخاب، تاني نهار في معركة على موضوع التوظيف، تالت نهار في موضوع معركة على النقابات، عكس. جيد، مش غلط. الفكرة هي أنه مش ضروري الحركة تدوب عشان هدف واحد. يعني الفكرة أنه أنا بطرح السلة كاملة، بكرة عندي معركة هون، تاني نهار معركة، الحرب ما انتهت. مش حرب بمعنى الحرب مسلحة، عم احكي حرب معركة طويل الأمد. في عندها محطات معينة، هذه المحطات بده الواحد يواجهها كلها، بس بنفس الوقت ما في يتخلى عن كل المطالب الثانية بس كرمال معركة واحدة. يعني ما بيتخلى بس بحط أولويات. لا هلا هون يعني فيني ما بدي فوت بهذا النقاش، بس يعني لأنه ما في وقت. أنا بدي ما بدي فوت بهذا، بس بدي أحط على نقطة أساسية وقت عم نحكي عن موضوع النسبية. هلا انحكى عن موضوع النسبية، رح ينطرح موضوع النسبية بكرة بالانتخابات. إذا موضوع النسبية موجود وموضوع التمثيل الطائفي موجود نفس الوقت والتمثيل المناطقي موجود، مثل ما عم ينحكى بالقوانين هيدا، ما مفروض من الحركة أنه كمان ترفض هذا المنطق اللي ممكن يخلي شكل الانتخابات النسبية يخوف أكثر من الانتخابات الأكثرية؟ ما كمان هون في ضرورة الواحد يطلع أبعد نظر من اللي عم يطلع عليه أو عم يبثوه السياسي نفسه. بس هيك بتكون وصل للمجلس النيابي ناس تقدر كمان تكون متقاربة معك بالأفكار. مزبوط، بس هذا آخر نهار. النسبية توصل كم نايب؟ مش أحلى ما يكون معنا حدا بالمجلس النيابي؟ هلا أنا بالنسبة لي يعني عامل لك ليش عامل لك ما بدي فوت بهالنقاش، أنا بالنسبة لي آخر نهار الهم ابني حركة بالشارع أهم من طلع واحد على مجلس نيابي، لأنه المشكل الأكبر هو الاستقطاب الطائفي الموجود بالشارع. وقتها بنبني الحركة بالشارع خارج الصفات الطائفية، ساعتها بحلم بدخول المجلس، بس ضمن الطروحات الموجودة والطروحات الموجودة أنا بستصعب كتير إذا طلع على المجلس، وكتير منيح إذا بيطلع ناس على المجلس خارج الصفات الطائفية أنه يقدروا يأثروا فعليا بالمجلس. يعني الفكرة هي هل كيف ما نبني حركة خارج الصفات الطائفية الموجودة تطرح
مشروع متكامل على هالموضوع، وبتفوت بالمعارك موضوع النسبية، بتفوت بمعركة الأجور، بتفوت بمعركة كذا ومعركة كذا. بس الهم الأساسي بالنسبة لي كناشط أنا سياسي أنه ابني هالحركة بالشارع. الانتخابات هي نتيجة لهالموضوع، مش مدخل للحركة بالشارع. نعم باسم، خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني ونرجع للحوار بموضوع النسبية. منتابع معكم أعزائي المشاهدين القسم الأخير من هذه الحلقة. عم نشوفك عم تشتغل شوي تحسبات اليوم لو كنا نحن اعتمدنا بالانتخابات الأخيرة بهيك طريقة بسيطة كمان حتى نخلي الناس يعرفوا شو النسبية بتعمل، لو اعتمدنا النسبية نحن بهذه الانتخابات الأخيرة مين كان وصل للمجلس النيابي؟ يعني مين كان خسر ما وصل ووصل بدلو ناس من إطار المستقلين أو ال... لحكي بالعام بعطيكي مثلا، كان حكما مثلا بدوائر الجنوب كان نعم. حصل مستقلين و14 أدار على عدد بحوالي بين 20-25% من المقاعد. هل قد؟ لو اعتمد نظام قانون النسبة قانون الوزير بطرس عم نحكي لا على لا عم نحكي نسبية مطلقة بقانون نظام بطرس كانت وصلت حوالي 20 بين 15-20%. وبدي أقول شيء كتير مهم، مثلا كان بمنطقة مثل البقاع الأوسط والبقاع الغربي كمان تغيرت نتائج، كان بيشوفوا بعلي وبجبل. طب هون أنا بدي أتوقف بالحوار اليوم العادي، خلينا إذا عم نحكي بهاي نسبة التغيير بالجنوب وإنه طب ليش اليوم معارض ليش بعد أفريقيا بتنين بشمال كمان لحظة بشمال كمان كان صار في حوالي 8 أداء حوالي 25% إضافة بس كانت تبادلون مناطقيا يعني. إضافة إنه لا مش لا لأنه دخل مستقلين معه. إضافة في شيء أساسي، نسبة الناس الغير مقتنعة بالتحالفين 14 و8 اللي هي بتقعد ببيتها بوجود النسبة ما بتقعد ببيتها لأنه عندها خيار يقبل أكتر عنها. صحيح. بدي أعطي مثل بيروت. بيروت لنقول فيها 300,000 بس سريع ناخب، انتخب منهم حوالي 200,000 مع 14 80 مع 8 و20 لأسباب حسابية. كان حيطلع بدل ما يكون 18 مثل ما هو الحالي بسبب تحالف 14 و1 ل8 كان حيطلع 12 ل8 5 ل 8 أدار كان ممكن يكون في 2 مستقلين. هيدا ببيروت، هاي كان ممكن يكون ببيروت. أهمية هيدا يعني فريق خسر بجنوب بده يرجع يربح أكيد رح يكسب بطريقة تانية. هي ما رح تغير البنية الأساسية بس اللي حتغيره انه حتدخل داخل حدة الهيمنة داخل الطوائف، احادية الطوائف بلبنان تنتهي، وهيدا بتصور هو مدخل لتجاوز الطائفية في لبنان. نحكي على مستوى المناطق المسيحية شو كان صار بكساوان كان بدل ما يكون التنافس بس بين 8 و14 مثلا، بتعرفي بكساوان كان لنقول بكساوان كانت نص حوالي هي حوالي 53.5% لحوالي 46% يعني نسبة كان الفارق كان رح يطلعوا 3 ل8 أداي و2 ل14 أو حتى كان ممكن مع مشاركة أخرى ناس مثلا إذا كانوا مرشحين مثل الوزير بيروت بكساوان بدائرته ممكن يكون هو نائب ينجح على لائحة بنظام نسبة، بينما يمكن هلا إذا ما كان باصطفافات ما في يوصل. بس عم بكساوان هو كان بتذكر كان النائب السابق منصور البون أخذ نسبة عالية جدا، سقط على حوالي 200 صوت أقل من 200 صوت. بالمتن كانت النسب متقاربة، بمناطق مثلا مثل زحلة كان في تغيير، بطرابلس بغير مناطق. يعني الاختصار انه بكل المطارح كانوا خسروا مقاعد ولكن ربحوا بمناطق اخرى بس مقاعد. بس هيدا بالرأي العام، بس بأهمية السياسية للوضع كانت المعارضة والموالاة موجودين بكل القضاء. انت عطيني نسبة انه قديش يعني بين الفريقين، طب الفريق الاخر وكان في بعض المستقلين بمصر هون المستقلين كانوا وجدوا قدين وجد منهم بالمجلسين بسيميوليشن عملناها هيك مبدا تقريبي كنا عم نحكي عن حوالي بين 6 و8 مقاعد باول مره بتصير النسبيه بلبنان كله لا على قانون بطرس كنا عم نحكي اوكي وبي
بتاني دوره ترتفع لحوالي نسبه 10% من المجلس النيابي، بتبلش بحوالي 5% بتطلع لحوالي 10% بعد دوره وبتزيد. يصل المستقلون ليه؟ لانه لما بيوصلوا تذكري المستقلين ما عندهم مساحات اعلاميه على التلفزيون، بينما اذا دخلوا الندوه البرلمانيه بصير عندهم مساحات اعلاميه، بصير في عندهم فرصه للاطلال، بصيروا بيقدروا يجتمعوا ويلتقوا مع بعضهم ويمكن يستقطبوا من أكيد. خارج تماما بيقدروا يستقطبوا من اطار الاخرين اللي صحيح. عم ينجبروا يركبوا تماما. البوستات والمحلات ومثل ما قلنا حتى الناس الموجودين وعندهم حيثيه بمحلاتهم. بدي اقول شيء بالنظام النسبي كثير مهم، النائب مش عدد، لانه شخص على اللائحه بيضيف اليوم ما مهم اللائحه اذا بيجيب، بينما هناك تختلف ال 60 غير 65%، يعني حتى زعماء الطوائف والقياده والزعامات الكبرى مضطره تجيب مع ناس ذات حيثيه اجتماعيه وسياسيه بمناطقهم. هون بيكون غيرنا مفهوم العمل السياسي في لبنان، وانتقلنا يمكن صرنا تعرف كيف، عندي شعار بقوله نحن بحاجه بلبنان لربيع عربي داخل الطوائف، يعني ربيع عربي عند الدروز وعند الشيعة عند الموانع عند السنة وعند الطوائف الأخرى حتى نبدأ بربيع لبناني حقيقي. كيف بدنا ننهي الحلقة هيك بتصور؟ نحن رح نتابع بحلقات مقبلة بالموضوع، ولكن كيف بتلاقي الحل؟ هل انه مثل ما كنا عم نقول باول الحلقه بننطر لنعمل سله متكامله من الاصلاحات؟ كيف بدنا نبلش وكيف الحال بتلاقي؟ ما نمشي بشكل متوازي مثل ما ذكر الوزير بارود، وانا ما انا بدي احكي عن اهميه او دور المجتمع المدني بالرقابه لنقدر بعدين نحاسب النواب، لانه هالنواب بس يوصلوا على الندوه البرلمانيه بمعزل اذا وصلوا بطريقه نسبيه. يعني انت اليوم تدعي مثلا جمعيات حقوقيه انه تيجي تحاسب تعمل مثل لا بعطيكي مثل عملي بعطيكي مثل عملي في جمعية اسمها نحو المواطنية عندهم شيء اسمه المرصد النيابي بيراقب أداء النواب على صعيد التشريع وغير مدى صحيح عم يشتغلوا ودائما عم يشتغلوا. هلا من يومين كانوا عاملين حوار بين النائب غسان مخيبر والنائب سامي جميل على عده مواضيع. مرصد بيشوفوا النائب كيف كان اونلاين موجود على هالمشروع شو صوت النائب وين خياراته. هيدا بالنسبه لي لانه حتى بالنسبيه ست غاده بحب ركز على هالشغله، في فلتين من المحاسبه، بالتالي مثل ما ذكرت بدايه الحلقه اذا حسنا التمثيل وانما المحاسبه لانه افريقيا صغيره ما عندها تاثير ممكن تهرب من المحاسبه، فاذا انا بركز على المحاسبة بمكان ما وأهمية محاسبة النائب على الأداء تبعه حسب المشروع والأفكار والتصويت اللي عم بيقوم فيه. ما في شك. شغلة أخيرة بدي أحكي عنها، بدنا ننظر أيضا بس نحكي عن طبيعة النظام السياسي بلبنان. مثل ما أنه الشخص يلي بحب أنه خليه يقول يتمسك ضمن قيد طائفي لازم نخلي له هالحرية، وإنما أيضا لازم نعمل جدول للعلمانيين للأشخاص يلي كمان بحبوا يتمثلوا خارج القيد الطائفي. وهيدي بسيطة يعني فينا نعمل جدول عند طرحت هيدي القضية. بدي بس ركز على شغلة القضية فينا نعمل المجتمع جدول للعلمانيين سهل عنا كثير جندري. لا مش هذا، أنا عم بحكي هون لأنه دايما نشوف وحدة على حساب الثانية، يعني يلي عنده تحفظ على النظام الطائفي السياسي بيحكي بشكل مطلق وكما نلغي نحن بدنا الاثنين يتمثلوا ضمن القيد الطائفي وخارج القيد الطائفي، وهيدي ضمن مسيرة الإصلاح الطويلة اللي لازم نمشي فيها بشكل متوازي. لحظة بس، في كلمة أساسية، ما ممكن يكون في عنا نظام انتخابي بيعتمد دوائر وسطى وكبرى وأكثر. بدهم يروحوا على الأكثرية فهي الدائرة الفردية، وان مان وان فوت، دائرة فردية. أما إذا بدنا نروح على نظام الأصح بننتقل على دوائر كبرى ونسبية، بس هيدا النظام التركيبة اللبنانية اللي مش موجود بالعالم. أنا عجبني بالموضوع قصة المرصد، بدنا نضوي عليه بالحلقة المقبلة ونشوف شو رصدت الجمعية، لازم نشوف الحملة شو عم تعمل. نعم أكيد، ولازم كل الناس تطلع على ما رصد لأداء النواب. أنا بدي أشكر الجميع، بدي أشكر باسم الشاب اللي عبر عن نفسه وعن مجموعة كبيرة من الشباب غير الطائفيين العلمانيين إذا بدنا نقول، اللي لازم يكون لهم مطرح واللي لازم يشاركوا. وبالحلقة المقبلة مثل ما قلنا رح نكفي بموضوع شرح النسبية أكثر، بموضوع إحصاءات معينة، منشوف خريطة أخرى للمجلس النيابي في حال اعتمدت هذه النسبية. أنا بدي أشكركم وبدي عيد الجميع اللي بيتبعوا التقويم الغربي بالطوائف المسيحية وجميع اللبنانيين، وإن شاء الله ذكرى ألم السيد المسيح بتكون ذكرى فقط، والألم الناس بتكون ذكرى فقط، على أمل القيامة، على أمل قيمة لبنان. تصبحوا على ألف خير.
خيار